اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه من العار على باريس لا تستضيف معرض يورونافال المخصص للدفاع البحري أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة، وهذا بطلب من الحكومة الفرنسية، بينما تشهد العلاقات الإسرائيلية الفرنسية أزمة حادة وسط تبادل الاتهامات بين الرئيس الفرنسي ونتنياهو، وذلك إثر الموقف الفرنسي والأوروبي عموما من الحرب في لبنان والحرب في قطاع غزة. لبنان ليس غزة، وأوروبا ليست الولايات المتحدة. على الأقل هذا ما يبدو من التعامل الأوروبي العام مع قضية الحرب الإسرائيلية في لبنان، إذ يبدو الموقف الأوروبي متقدما من حيث الضغط على إسرائيل. خير مثال على الموقف الأوروبي هو التلاسن بالبيانات بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء نتنياهو. فماكرون قال أن شحنات الأسلحة لن تضمن الأمن لإسرائيل التي أقيمت بقرار من الأمم المتحدة وعليها أن تحترم مؤسساتها ومن ضمنها اليونيفيل، وأن الوضع الإنساني في غزة ولبنان بات لا يطاق، وفرنسا ستحرم إسرائيل من المشاركة في معرض يورونافال أحد أهم المعارض للأمن البحري في العالم. أما نتنياهو فاستل السلاح الإسرائيلي الأمضى في العلاقات الدولية ذكرى المحرقة، وذكر ماكرون بمواقف حكومة فيشي الحكومة الفرنسية المتعاونة مع الاحتلال النازي. جدل غير مسبوق في العلاقة بين البلدين. هذا الموقف الفرنسي ترافقه مواقف مشابهة من دول أوروبية أخرى كإسبانيا وإيرلندا وغيرها. فما هو السر وراء هذا الموقف الفرنسي والأوروبي إلى حد بعيد؟ أولا، لبنان بلد مستقل يملك علاقات دولية ومؤسسات فاعلة، ولفرنسا علاقات تاريخية مع لبنان ابن العائلة الفرنكفونية. ثم أن لبنان وعلى عكس حماس صحيح أنه يناوش إسرائيل لكنه لم يقتحم أراضيها ويأسر مواطنيها. ثم أن إسرائيل تدخل الحرب في لبنان وقد استنفدت رصيدها من الدعم الدولي في حربها على غزة، وأوروبا ليست على بعد أسابيع من الانتخابات كواشنطن. وفي اعتباراتها الداخلية فالشارع الأوروبي على الأقل ليس منحازا لإسرائيل. ثم أن الثمن حرب في الشرق الأوسط ستدفعه أوروبا القريبة جغرافيا أضعاف ما قد تدفعه واشنطن البعيدة. ولكل هذه الأسباب نرى هذا الموقف الأوروبي الذي يضغط على واشنطن أيضا، ضغط أدى للوصول إلى تفاهمات تجنيب بيروت والضاحية مصيرا يشبه ما حل بغزة من تدمير كانت تتوعد به إسرائيل. لكن يجب عدم نسيان أن أوروبا ليست فرنسا وإسبانيا فقط. فالموقف الألماني مثلا مخالف لتوجه فرنسا، إذ يقول المستشار الألماني أن السلاح الألماني في طريقه إلى إسرائيل، ووزيرة خارجيته أيدت قصف إسرائيل للمدنيين في غزة. لكن رغم هذا فأوروبا ليست دولة واحدة، ولكل دولة فيها مواقفها إن غاب الاجتماع. وكما يبدو فأن الدول الأوروبية الداعمة للبنان قادرة على الأقل بالحد الأدنى على تجنيبه مصير غزة لغاية الآن. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس. كثف حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات المتطورة على شمال ووسط إسرائيل على الرغم من تكبده خسائر كبيرة من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ويرجح خبراء أن حزب الله قادر على مواصلة مجابهة إسرائيل بفضل العتاد الذي ترسله له إيران، سعيا منه لاستخدام جبهة لبنان كدرع واق يؤخر أي هجوم إسرائيلي محتمل عليها حسب مراقبين. التدخل الإيراني في جبهة لبنان، هل هو تحرك هدفه الرئيس دعم حزب الله أحد أبرز أذرع إيران، أم خطة لتشتيت انتباه إسرائيل وتجنب رد وشيك؟ صحيح أن حزب الله تكبد خسائر كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذا لم يمنعه من مواصلة شن الضربات على شمال ووسط إسرائيل. قصف مكثف باستخدام صواريخ ومسيرات متطورة، ويستهدف مواقع لم يطأها حزب الله من قبل. أما هوية الجهة التي تزوده بهذا العتاد القوي فهي ليست سراً، إنها طهران. ويرى خبراء عسكريون أن تكثيف حزب الله لهجماته في هذا الوقت بالتحديد ما هو إلا تطبيق لسياسة إيرانية، فمن غير المستبعد أن تجعل طهران من لبنان درعاً يقيها من غضب تل أبيب التي توعدت برد فتاك ودقيق، لا سيما أن هذه الأخيرة منشغلة أيضاً بتوسيع عمليتها العسكرية شمالي غزة، مما قد يساهم في استنزاف قدراتها.
وذلك حتى قبل أن تخطو أي خطوة تجاه إيران وتشن ضربتها الانتقامية. وخلال الأيام الماضية أكدت طهران أنها مستعدة لرد حاسم في حال أي هجوم إسرائيلي، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لشبكة CNN الأمريكية أن الحكومة الإيرانية تسعى في الواقع لتقليص نطاق رد تل أبيب، وبحسب المصادر فقد انخرطت بالفعل في جهود دبلوماسية خلف الكواليس للحيلولة دون استهداف منشآتها النووية. ولعل أكثر طرف يمكن أن يؤثر على قرار الجانب الإسرائيلي هو الحليف الأمريكي، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار رأي واشنطن. ومع ذلك لا شيء مؤكد حتى الآن، إذ أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستقرر في النهاية ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على مصلحتها الوطنية. كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عما قالت إنها خطة إسرائيلية سرية امتدت لعشرين عاما وتهدف للاستعداد لتوجيه ضربة محتملة لإيران. وقالت الصحيفة إن تل أبيب استثمرت مليارات الدولارات بما فيها مخصصات من المساعدات الأمريكية لتطوير أسلحة متقدمة. إسرائيل تعد العدة منذ سنوات للهجوم المحتمل على إيران. تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست كشف عن خطة سرية وضعتها تل أبيب امتدت لعشرين عاما تتضمن تصنيع أسلحة متطورة وذخائر متخصصة وابتكارات أخرى غير متاحة حتى للولايات المتحدة، وبهدف تنفيذ ضربات يصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر. خصصت تل أبيب حسب التقرير أجزاء كبيرة من المساعدات الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة قادرة على الطيران لمسافات طويلة مثل سرب طائرات F-15I المتقدمة وأربعة أسراب من طائرات F-16 المتطورة. وقامت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بتطوير خزانات وقود خاصة متوافقة مع هذه الطائرات لتعزيز مداها. وطورت إسرائيل أيضاً خزانات وقود قابلة للفصل لطائرات F-35 لتتمكن من الوصول إلى إيران مع الحفاظ على قدرات التخفي. وإلى جانب ذلك كشفت تل أبيب عن الصاروخين الهجوميين بعيدي المدى رامبيج وروكس، وتفوق سرعتهما سرعة الصوت ويطلقان من طائرات مقاتلة كما يصل مداهما إلى مئات الكيلومترات. أما فيما يتعلق بالقنابل الخارقة للتحصينات فقد طورت شركة ألبت الإسرائيلية قنابل MPR-500 قادرة على اختراق ما يصل إلى 4 أمتار من الخرسانة. كما طورت إسرائيل صاروخ كروز بوب آي توربو المصمم للإطلاق من الغواصات والقادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، ويبلغ مداه 1500 كيلومتر وهو المدى الذي يمكن من استهداف إيران من البحر الأحمر. ويرجح مراقبون أن يكون امتلاك هذه القدرات الحربية المتطورة قد عزز ثقة المسؤولين الإسرائيليين وإصرارهم على توجيه ضربة لإيران. نرحب بضيفنا من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. أهلا بك معنا سيد أفيتار في سكاي نيوز عربية. 20 سنة وإسرائيل تجهز لهذه الضربة المحتملة على إيران، هل حانت اللحظة لتوجيه هذه الضربة أم أننا بصدد ضربة منسقة عبر الأمريكيين هذه المرة أيضا؟ مساء الخير. صحيح، أنا بقدر أقول لك يا سيدتي إنه لما كنت في السابق في الجيش الإسرائيلي كضابط استخبارات، أنا بذكر وكمستشار للمناسك لشؤون أمنية وضابط في أو مستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلي، أنا بذكر الأيام أو السنوات لما إسرائيل مشت بإنتاج أو كانت موجودة في مسيرة إنتاج تسليح وأسلحة من كل النواحي، والخطة العسكرية لهجوم ضد إيران كانت على طاولة. وأكيد خلال كل العشرين السنة الأخيرة أو أذني 15 السابقة كان خلاف، كمان كانت خلافات كمان أو مواقف مختلفة كمان بين القياديين في إسرائيل في المنظمات الأمنية بالنسبة لهجوم الإسرائيلي. يعني اليوم في توافق، اليوم في توافق إسرائيلي لضربة لتوجيه ضربة لإيران، صح؟ أنا سؤالي إذا هذه الضربة
أذني اليوم حبيت أضيف بشغلة كثيرة. أذني اليوم في موافقة عامة داخل المنظمات الأمنية وبين المستوى السياسي والمستوى العسكري بالنسبة للزوم أو الالتزامات الإسرائيلية لهجوم جدي وكبير وجوهري إسرائيلي هل في مومنتوم مستقيم دولي؟ كمان هل في ضد مومنتوم إيران. دولي أو زخم دولي يدعم هذه الضربة باعتقادك؟ هل هذا موجود؟ أذني لما نسأل هذه السؤال، سؤال مهم، مسألة الموقف الدولي بالنسبة لهذه القضية. أذني نحن شايفين كمان إنه من أمريكا راح نسمع تأييد، وكمان من الدول المهمة في غرب أوروبا، ألمانيا مثلا، بالنسبة لالتزامات أو لهجوم لحجة هجوم إسرائيلي ضد إيران بكل ما يتعلق كمان للتطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية، وبس كمان في الجبهة الإيرانية. بس لما نسأل كمان قضية أو نناقش قضية التأييد الدولي، هي كمان متعلق بالمصالح أكيد أكيد الفردية أكيد، أو ولكن نحن مصلحة نتحدث ضعف عن الدولة ضرب، يعني ودعمها. دولة بحجم إيران هي ليست ضربة كما يعني تنفذها إسرائيل اليوم لحزب الله في لبنان مثلا. ولكن سؤالي اليوم، شو الأهداف اللي راح تستهدفها؟ في علاقة إلى حد بخاطرك كبير، سيدة، إلى حد في كبير، علاقة. إلى حد كبير، إلى حد كبير، ولكن نحن نتحدث عن طهران، عن إيران، دولة كبيرة جدا يعني في الإقليم. بدي أسألك شو الأهداف اللي مطروحة اليوم؟ لأنه إذا الأمريكان قالوا استبعاد المنشآت النووية، استبعاد منشآت الطاقة، تبقى يمكن بضعة أهداف عسكرية، هل ستكون فقط هذه الأهداف المطروحة على الطاولة أم ممكن أن تتجاوز تل أبيب التحضيرات الأمريكية؟ أذني إسرائيل والحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو هو العنصر المهم في هذه المعادلة، بياخذ بعين الاعتبار كل الحسابات والإشكاليات والإيجابيات كمان والسلبيات من ناحية أمريكا بالنسبة للهجوم الإسرائيلي ضد إيران، وبسمع بشكل دقيق التوصيات أو طلبات والمواقف الأمريكية بالنسبة لبنك الأهداف في إيران. أنا بفكر بشكل حسب تخليلي هون إنه بشكل عام في تنسيق استراتيجي بين أمريكا وبين إسرائيل بعلاقة لمواقع العسكرية الاستراتيجية كأهداف داخل إيران. الخلاف أذني بين أمريكا وبين إسرائيل، وفي كمان تغيير بالنسبة لهذا الموقف، تغيير نسبي. الخلاف هو على استهداف أو هجوم مواقع أو منشآت نفطية ونووية. هي النقاش الرئيسي المركزي اللي موجود على الطاولة بين السياسة الإسرائيلية والإرادة والمصلحة الإسرائيلية وبين أمريكا. أذني من ناحية إسرائيل تختار إنه يكون استغلال الفرصة، فرصة مش عادية إطلاقا، استغلال الفرصة لتدمير القدرة العسكرية بس النووية كمان تبع إيران. هي فرصة دولية هل مش بس إسرائيل فرصة عندها القدرة؟ إسرائيلية. هل إسرائيل عندها القدرة العسكرية على تنفيذ هكذا ضربة؟ بشكل عام ممكن نحكي أكيد على المعلومات المكشوفة حسب المصادر مختلفة، في قدرة عسكرية جوية متقدمة جدا من ناحية إسرائيلية، كان إنتاج لمدة 20 سنة تقريبا لكل الصواريخ الصعبة والصواريخ لطويلة المدى، وكمان من ناحية سلاح الجو. أذني من ناحية إسرائيلية المسألة هي مش أو القضية هي مش القدرة العسكرية الجوية، المسألة اللي موجودة على الطاولة هي التأثير والتداعيات والنتائج تبع هذا الهجوم على مثلا الاقتصاد الدولي كمان
وعلى الشرق الأوسط كله وعلى أمريكا أكيد في انتخابات هناك. نحن نعرف سيد أنا فيتال، التورات اليوم هذه الحالة اللي وضعتنا فيها إسرائيل والترقب لهذه الضربة، لأنه بس بدي نوه أنه سي أن قالت أنه إسرائيل جاهزة الآن لضرب إيران، أنه اتضحت الصورة فيما يتعلق بالضربة أو استعدادات إسرائيل، أنه رفعتم سقف التوقعات عالي جدا، يعني من الحديث للنووي وما إلى هنالك، وفي آخر مرة أو في المرة التي رديتم فيها على طهران قصفتم بطارية للدفاع الجوي، يعني ما الذي سنتوقعه هذه المرة؟ أذني في الاستهدافات أو في الغارات السابقة الإسرائيلية ضد إيران، المصلحة الإسرائيلية كانت محدودة من أجل الرد على الرد، وبدون أي إمكانية لمبادرة إيرانية لسلسلة ردود وافتتاح جبهة في كل المنطقة، جبهة واسعة وكبيرة. بس أذني نحن اليوم بعد نص السنة من شهر 4، وكمان بعد شهر من الهجوم الإيراني الأخير، نحن موجودين هلا في سيناريو آخر أو في صفحة جديدة في هذا الكتاب الجديد، كتاب التصعيد بين إسرائيل وبين إيران. ومن ناحية إسرائيلية في أكثر من تفاهم إنه لازم نستغل الفرصة، عشان إيران هي التهديد الحقيقي على كل العالم الغربي، على كل الدول العربية كمان في الشرق الأوسط. وأكيد إسرائيل مش مسؤولة الوحيدة في هذه الخنادق، بس ولكن في حسابات إسرائيل العسكرية، أعذرني على المقاطعة، هل اليوم إسرائيل قادرة عن الدفاع عن نفسها لو قررت طهران أن تشغل كل أذرعها في 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 نفس الوقت وأن تقوم بإمطار إسرائيل بالصواريخ؟ أنت بتعرف أنه ما في منظومة دفاعية حتى لو تسلمتم الثعد قادرة على صد كل هذه الصواريخ، كيف ممكن توازن هون حساباتها العسكرية؟ أول شيء أو أول غاد بخاطرك، هي متعلق كمان بحجم الهجوم الإيراني. في فرق بين إطلاق 300 صاروخ أو 3000. إذا في لزوم أو حاجة لمشاركة وتوحيد القوات المتوسطة في الشرق الأوسط بإضافة لإسرائيل كمان أمريكا وكمان دول إضافية من الائتلاف الغربي، هي أكثر من بركة. بس أذني هي جزء من المعركة العالمية والدولية ضد إيران. أنا مش متأكد كمان إنه من ناحية إيران تختار بهجوم كبير وواسع وجوهري ضد إسرائيل، عشان من ناحية إيران تعرف بشكل دقيق توازن القوى العسكرية الاستراتيجية بين إيران وبين إسرائيل. ما في أي مشابه على طريق المثال بعلاقة لسؤالك يا سيدتي، ما في مشابه أكيد بين القوى الجوية الإسرائيلية والقوى الجوية الإيرانية، ما في أي إمكانية. سيد أنا فيتال، اختلفت اليوم الحروب، اختلفت كمان. أنت بتعرف اختلفت اليوم الحروب، اليوم بوجود الطائرات المسيرة وغيره، بنعرف أنه إسرائيل متفوقة عسكريا وجويا وتكنولوجيا، هذا معروف، ولكن اليوم اختلفت طرق الإيذاء، اختلفت، لم تعد نفسها. بس لازم ناخذ بعين الاعتبار رغم كل القدرة الجوية الإيرانية من ناحية الصواريخ والمسيرات، إنه أذني حسب الخطة العسكرية الإسرائيلية اللي إسرائيل بتشتغل عليه لمدة 20 سنة، أخذنا بعين الاعتبار كل السيناريوهات وكل الاحتمالات من أجل ضرب ضربة قوية سريعا بمفاجأة كمان ضد كل المواقع العسكرية الخاصة طبع إيران، وكمان منهم مواقع لإطلاق صواريخ أو مسيرات. بس أذني نحن رأينا قبل كم أسابيع أذني الهجوم الإسرائيلي في بيروت مثلا، في كم عمليات أو كانت مسلسل ردود فعل ضد القيادات تبع حزب الله وضد القياديين هناك. هي كمثال نحن ممكن ندرس من هؤلاء العمليات السابقة ضد بيروت، إنه مرات ما في حاجة لاستهداف كل موقع عسكري وصاروخ بعد صاروخ. هي مش التكتيك العسكري، التكتيك هو
مفاجأة جوهرية قوية ضد المراكز الرئيسية تبع مثلا تبع القيادات والسيطرة تبع العدو، إذا نحكي على طهران أو مواقع مختلفة. في كمان أساليب أو طرق من ناحية الهجوم، كل واحد بيقدر يفكر لحاله شو ممكن يكون على طاولة من ناحية الاحتمالات الإسرائيلية بالنسبة لبنك الأهداف. القضية أو المشكلة أو الموضوع هو مش بنك الأهداف، الموضوع هو لوين نحن رايحين كمان أكيد في الشرق الأوسط لقدام. أذن من ناحية إسرائيلية في تفاهم أكثر من تفاهم، في استنتاج واسع إنه من ناحية إسرائيلية في احتمال جدي واقع أكثر من كل السنوات السابقة لتدمير، أنا ما بقول نهائي بس تدمير جوهري تبع التهديد الإيراني العسكري النووي على كل العالم وخاصة على الشرق الأوسط كمان.